عجراحي أنا شديت، عجراحي أنا شديت حتى نكمل هالمشوار. أحسنت يا عمر. شوف أنا بعطيك أحمر لسبب، عشان تبعد الارتباك. لما تعالج الارتباك تشوف مواهبك الأخرى. صحيح في أشياء كثير مدفونة، سواء كان صوت، إبداع، أي شيء ثاني موجود عندك، بس ممكن يروح كله في الارتباك. فسامحني، سامحني. الله يعافيك. طلع البدر علينا من ثانيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. والله أنا أبغى تصويت الجمهور. عادي أصفر بدها أحمر. لا 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 أصفر. لا لا بالعكس، هو كذا أنت تخش التصويت ونشوف يعني. يا بوي يا يا باي، يا مفوضين ما فوضوك بطالينا. أحسنت يا عمر، أحسنت يا عمر. من وين أنت؟ من الأردن. أهلا فيك وبأهل الأردن. عمرو ولا عمر؟ عمرو. عمرو أنا أعتذر منك يا عمرو. خلص؟ انحسبت كذا. شكرا، الله يعافيك. شكرا لك. السلام ورحمه الله. يكفي بكى يا عين، بالله شد حالك، بكره الفرج بيكون ويفرح الاحباب. كذا انحسمت، وانا اعتذر منك كثير قتيبة، بس ان شاء الله من الموسم الجاي نشوف شيء احسن ان شاء الله. شكرا لك. عيني لغير جمالكم لا تمضوا، وسواكم في خاطري لا صبرت قلبي عنكم، فأجابني لا صبر لي، 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 حتى يراكم ناظري وعلى محبتكم أموت وأحشر. حبي لكم طبع، حبي لكم طبع بغير تكلف، والطبع في الإنسان لا يتغير. ما شاء الله، ما شاء الله. الرأي عندك أستاذ محمد؟ لا ما عندي. ليش مرتبك ولا خايف ولا؟ طيب والله ما أدري شو أقول. أنا سمعت شيء حلو، أنا سمعت شيء حلو، ونشوف عاد. الله يزيد. الله يعافيك يا رب. كيف معاك المزارع بس؟ الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. حنيت أنا حنيت للديرة أهل البيت، حنيت أنا
للأقصى نحنيت، للأقصى نحنيت. أحسنت، توكل على الله. الله يعافيك، الله يسلمك يا رب. ليس الغريب غريب الشام واليمني، إن الغريب غريب اللحد والكفني، إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفات والموت يطلبني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلني. الودود في مقطع ثاني من أنشودة إذا حمود الخلق. أنت عجبتني، معني متوقعك على اللوكة تقول وداني دانا. أنا تايب جديد إن شاء الله المرة القادمة. ما شاء الله، توكل الله. بس نشوف رأي أستاذ محمد عاد. هذه التوبة الجديدة. حياك الله. الله الحمد لله. الله يعافيك، شكرا لك. مالي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي، أحبيب ما لك لا ترد جوابنا، أنسيت بابي خلة الأحباب. قال الحبيب وكيف لي بجوابكم، وكيف لي بجوابكم، وكيف لي بجوابكم، وأنا رهين جنادل وترابي. أحسنت، كمل. أحسنت. لا 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 لا، أنا أعطيك أخبر. الله يشفيك، صوتك جميل يا معك حبيبي. الله وفي تو شوية توتر بس ما أطلع. واضح بس شد حيلك، شد يعني اهتم المخارج الحروف إن شاء الله. وأعطيك أنا الأخضر وأقول لك مبروك لك والله يوفقك. توكع الله. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت الحبيب، أما الدليل إذا ذكرت الحبيب صارت. أحسنت يا هاشم، من وين؟ من الأردن. أهلا فيك والله. الله يكرمك يا رب. الله يسخ. أنا أعتذر، سامحني، سامحني عاد. ف كذا خلاص. الله يعافيك، سامحني. الله يعافيك. أنا من الليل وهمومي علي، غريب وديرتي عزت عليها،
إيه يا يابا بالله يا قمر ضوي علي ترى زيتي شح وسراج انطفى أمان أمان يا يا يابا أحسنت يعني آه قلب من غير هذا والعربة هذا ترى زي الملح إيه تحطها شوي بيطلع أكل كويس نحطه بزيادة تخرب بيطلع خربان إيه فأنت ما شاء الله ما في كل ملح حط فيها كل وين الله يخليك أنا أعطيك أصفر وأطلب الجمهور يساعدنا على راسك يعني. الله يحييك والشيخ أنا أعتذر أنا أعتذر الله يعافيك الله يبارك سامحني الله يعافيك أمدح الهادي محمد معدن الإحسان حبه فرض علينا بني العرفان كل من قد هام فيه يجتني الرضوان أسامة كيف أحسنت الله يسعدك يا رب أنا أعطيك الأصفر وأشوف عاد رأي السيد محمد وأنا أخذها سامح الله عليك لم تحجبوا عن عيوني ذلك القمر لم تحجبوا عن عيوني ذلك القمر فإنها لم تنل من حسني وطرا اسمعي لك أعطيك اقتراح تفضل وطي الطبقة وخش إن شاء الله مو مشكلة خليك لن تحجبوا عن عيوني ذلك القمر فإنها لم تنل من حسنه وطر منه علي منه علي فإن القلب مستعر اسمعي تفضل ابغى اسمع شيء سريع شيء سريع كذا شو ده ايقاع قلبي انا المشتاق اكثر من العشاق لاحمد ابو الزهراء من جانب الاخلاق قلبي 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 انا المشتاق حبا ملا قلبي طيبة سبى لذي حبا ملا قلبي طيبة سبى لذي خلاني من حبان ما ادري انا وش بي خلاني من حبان ما ادري انا وش بي قلبي 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 انا المشتاق احسنت سمعك شي شامي مثلا هذا خليجي شامي خلينا الشام شي شامي مثلا سريع الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله شغلتني وقف اسمي خلاص أنا أشوف اللي سمعناه ما شاء الله يبين قدراتك بس الله يسلمك لازم تركز هيك أنا بس العملية كتير لا إيه ما في مو ثابت أعطيك أخضر وشوف عاد رأي سيد محمد أحب أسمعكم شيء تاني كمان لا لا كمان إن شاء الله كذا الله يسلمك طيب يا رب سأبدو أخضر خلاص أخضر مع صوتي لا خلي أخضر الله يعافيك لأنه والله فيكم مشاكل صعبة أعطيك أخضر إيه أوكي أوكي الله يعافيك شكرا لك لكنها صدقني يمكن انا اعتقد اني اخذ من كل الشغل بيقول يعني ما في اي نقي اوكي اوكي يعني في مشاكل كثير صعبه مني طيب اوكي ان شاء الله شكرا لك حلو قطع الناس حتسمع صوتك يعني شكرا لا لا شيء راح يكون تصويت على التلفاز ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ترى والله لو صوتك مثل ما خليك تعيد
ايوه شكرا لك يا غالي، شكرا. سلام عليكم. سلام عليكم حسن. أمان 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 يا يا بالله يا عين كفي دمعاتك القلب مجروح مجروح تسلم هذه بس هيك جنب بعض وبنرفع فوق هذه الله انتم حلوين هذه هذه ضربه معلم يعني حبيبي الله حبيبي كلك سوق الله يبارك فيك الله يكرمكم الله يعافيك ما زال سهم الامس في القلب يندس والجروح في ضلعه اطويه يا قدس ما زال سهم الأمس في القلب يندس والجروح في ضلعه يطويه يا قدس أمضي على وجل والذل يثقلني لكنني أبدا أحسنت حبيبي من وين قريب؟ احسن من وين؟ من الاردن اهلا فيك والله اصلي فلسطيني من نعم والله فيك وفي فلسطين وفي الاردن كلهم الله يسلمك اهلنا وناسنا انا اعتذر منك سامحني لكن ان شاء الله ان شاء الله نشوف منك يا شيخ اسف يعني الله يعافيك الله يبارك فيك فرش التراب يضمني وهو غطائي حول الربا تلفني بل من ورائي هو اللحد يحكي فيها ابتلائي هو النور خط كتابه أنسي لقائي أحسنت يا محمود أحسنت عندك يا أستاذ محمود من أصل يا محمود وأنا أعتذر منك يا حبيبي الله يبارك فيك سامحني الله يعافيك يا هلا والله طهور ما عليك يباس وبعد عنك الوسواس طهور ما عليك يباس وبعد عنك الوسواس أحد يشكي معه اللي خارج هالكون وكل الناس يا عمي بس خلاص 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 ما يحتاج اي والله تعتبر جيتك سياحه انت ما الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يعافيك أنا
خلاص خلاص توكل توكل هو في مشغول توكل على السلام عليكم الله يسلمك ويبارك فيك كم بعثنا مع النسيم سلاما كم بعثنا مع النسيم سلاما للحبيب الجميل حيث أقاما كم سمعنا الطيور في الروض تشدو فنقلنا أنت محمد عندك سلام محمد أطلب رأي الجمهور مساعدة وأنا أخليك في التصويت كذا الله يكرمك أنت في بر الأمان الله يكرمك أنت في أحضان الجمهور الحين الله يكرمك الله يعطيك الله يعافيك سلام يا بايا 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 غزة بغبار الموت بتحضن ولدها قطع وشلان بتلملم ولدها هي يا با غزة بغبار الموت بتحضن ولدها قطع وشلان بتلملم ولدها أحسنت يا محمد كمل ليش؟ لا خلاص نقول شو سريع بلاش أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني غني أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني غني والضعف فيا أصيل وأنت رب قوي أحسنت يا محمد أنا أقول أعطيك فرصة وأشوف عاد رأي السيد محمد يا يحسمها يا مش مشكلة اللي بيطلع منكم خير إن شاء الله الله يبارك فيك هذا من ذوقك وأنا أهم شيء إحنا شفناكم انبسطنا فيك والله يعني مش هذا داعي لمسألة ثانية سامحني ماشي مش مشكلة شكرا لك شكرا نحن راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد وبريق النور يبدو من معالي أحمد وبريق النور يبدو من معالي أحمد في ليالي المولد في ليالي المولد أحسنت يا أنس الله يعافيك ويسلمك يا رب أيها البلبل إنا أخوان بيد أن يا أخي مختلفان أنت تحيا لتغني وأنا أجرع الصبر وأجتر الهوان أحسنت يا قاسم سامحني قلبك الوردي ولحنه الله يعافيك سامحني الله يبارك فيك
اجمعوا اجمعوا بالقرب بالقرب شملي اجمعوا اجمعوا بالقرب بالقرب شملي واسمحوا واصلوا واصلوا بالود بالود حبلي واصلوا واصلوا بالود احسنت احنا ما عرفنا اسمك احمد من سوريا احمد من سوريا الله يبارك فيك احمد ايش احمد عبد السلام الرص انا اقول لك توكل على الله ونشوف عاد محمد يدخلك التصويت تحبوا سمعكم شيء ثاني؟ سيدي أخضر وكم سمعنا؟ الله يجزيكم الخير يا سيدي الله يبارك فيك الله يجزيكم الخير السلام عليكم السلام ورحمة الله يا رب هل من توبة تمحو الخطايا والذنوب وتزيل هم القلب عني والكآبة والشحوب أدعوك في ليل بهيم والدمع مدرارا سكين أنت المؤمل والمعين وأنت يا رب المبين أحسنت يا واحد حياك الله سامحني أنا أسأل الله يبارك فيك يا رب حياك الله سلام ورحمة الله أنت الحبيب وكلنا لك نعشق ولطيب وصلك دائما نتشوق أنت الذي أوتيت مجدا عاليا وعليك من رب البرية رونق أحسنت أحسنت محمد الله يخليك الرأي عند سيد محمد أنا أعطي الفرصة وأنا أدخلك في التصويت وأقول إن شاء الله الجمهور يساعدونا الله يجزيكم يا قلت يا مولاي لباني يا واحدا ما له في ملكه ثاني أعصي فتسترني انت عايش هذا برا وهذا برا تاخذ ضرب من تحت ضرب خلاص الله يكرمك الله يبارك فيك ما شاء الله